بهدف مقابل لا شيء وانتصار الرائد بهدفين مقابل لا شيء أمام الأنصار. وبالتالي تنطلق هذه المواجهة ضيف الفريق الهلالي المتصدر مع المدرب البرتغالي رودولفو اللي يبدأ بحراسة المرمى سعد الدوسري مع البداية العرضية والكرة الأولى القحطاني محمد خطرة لمصلحة الهلال. الكرة ما زالت في الجهة اليسرى. الهلال المتصدر للدوري كما ذكرت قبل هذه المواجهة. أشرف في خط المقدمة هداف الدوري وهداف الفريق بسبع أهداف في خط المقدمة. اللاعب الهداف والاسم الشاب المميز مع الهلال في خط المقدمة. الحديث عن كريم أشرف أمامهم غسان قحطاني. هو قحطاني يتقدم. يا سلام يا سلام يا سلام والمرور والحكم لا يأمر بشيء في هذه اللقطة. بالتالي قحطاني في هذه اللقطة مر من الأول والثاني في هذه اللقطة الجميلة الكابتن والمهاري. بالتالي هذه اللقطة والتدخل بالتالي الكرة ذهبت بمرور 10 دقائق. التعادل السلبي موجود بين الهلال والوحدة في هذه المواجهة. ترسل كرة أمامية يلعب كرة إلى سطام الروقي. سطام استلام محاولة أمامية عبد الله الزيد. يا سلام لمسة ولكن ما مرت. سرعان ما تعود لمصلحة الهلال. خطرة خطرة خطرة. جول 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 جول. أوه. حارس المرمى يتألق في هذه اللقطة محمد القحطاني كاد أن يسجل هدف أول لمصلحة الهلال ولكن الحارس يتواجد عبد الله الزيد. لمسة ممتازة القحطاني استلام بهذه الصورة باليمين سددها باليسار وبالتالي تألق من إبراهيم. كرة وحدوية أمامية وصلت عند الحارس. يعلم المدرب الكرواتي روميو أن الدقائق الأولى هي الصعبة وبالتالي يبحث على أن تمر بالتعادل السلبي. أشرف تسديدة من كريم أشرف. عبد الله الزيد رياض الأسمري. محمد الخيبري أمامية. تغطية موجودة والانطلاقة والمحاولة عند مؤمنة. عدنان يبحث عن كرة في الجهة اليمنى. انطلاقة خطرة مصطفى برناوي وتغطية ممتازة من دفاعات الهلال بالتحديد. في الكرة الثابتة الثانية العرضية والمحاولة والكرة ولكن حارس المرمى. يا سلام يا سلام سعد الدوسري خلصها في الكرة مباشرة نحو المرمى وضعها بهذه الطريقة. كانت خطيرة ولافة ومتجهة. فهد في الجهة اليسرى انطلاقة من برناوي يرسل كرة خلف الدفاع إلى معاذ فقيه بالرأس من معاذ ووصلت عند حارس المرمى. سجل هدفين فقط تلقت شباكة 10 أهداف. الوحدة عرضية محاولة بالرأس والكرة والخطورة ولكن الراية حاضرة. يتواجد في المركز 17 فريق الوحدة التي لم تحقق الفوز حتى الآن في أي جولة من المسابقة. يا سلام وفقه عرضية محاولة هي جول. كيف ضاعت هذه اللقطة الكرة الماضية. شوف العرضية فقيه بهذه اللقطة وهذه اللمسة وهذه الرأس. يا أشرف الأولمبي وعمل في فترة سابقة مساعد لمدرب في فريق سبورتينغ لشبونة الفريق الكبير هناك في البرتغال. الكرة تلعب في الجهة اليمنى محاولة انطلاقة هلالية. أشرف كريم يا سلام البينية المحاولة ولكن إبراهيم. الهلال بدأ الدوري في الجولة الأولى بانتصار كبير كان أمام الأنصار ب8 أهداف مقابل لا شيء. بقية الأهداف في تلك المواجهة في الجولة الأولى. لمسة ممتازة القحطاني محمد تقدم مر. يا سلام يا سلام محاولة والتقدم. هذا محمد القحطاني مرور محمد اللاعب المهاري والأبرز حتى الآن في أحداث. ناصر الهدهود يرسل كرة معاذ فقيه استلام
معاذ مع مصطفى برناوي، مرتا قدم عرضية، محاولة خطرة، هي جول. كريم أشرف، كريم أشرف كانت قريبة، العرضية ممتازة كانت في الموسم ما قبل الماضي. وطريقة أتحدث بعد هذه الكرة، عبد الله عرضية خطرة والتغطية من القحطاني محمد خطيرة، والمحاولة والحكم لا يأمر بالشيء في هذه اللقطة. خطة ممتازة من الفريق الهلالي، وبالتالي استفاد منها في بروز بعض الأسماء الحديث. دوي روشن أيضا، عبد الله رديف اللي يتواجد مع فريق التعاون بالإعارة، وأحد الأسماء المنضمة مع المنتخب الأول مع هيرفي ريناد. يا سلام القحطاني، جول 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 جول. أوه يا أشرف، جيب لي الأولى يا خالد، جيب لي الأولى يا خالد. انطلاقة محمد القحطاني كانت ممتازة، وشوف المرور وحارس المرمى اللي يتألق بسبع أهداف في الدوري حتى الآن، أضع هدف محقق في الكرة الماضية. سطام الروقي، سطام استلام، سطام ومصطفى برناوي، محاولة هلالية الآن، مصطفى أو سطام، سطام تقدم عرضية والكرة خطيرة مرت والراية موجودة، وبالتالي إلى ركلة مرمى. دقائق المتبقية القليلة من أحداث الشوط الأول في الوقت الأصلي، عدنان انفراد، ولكن يا برناوي، تغطية برناوي موجودة بشكل ممتاز. ثلاث دقائق يشير حكم ويحتسبها الحكم في أحداث الشوط الأول. ثلاثي الصاعد في هذا الموسم للدوري الممتاز تحت 19 سنة. كرة محاولة مرت ووصلت إلى عدنان، عدنان مؤمن يرسل كرة أمامية، سعد للدوسري إلى خارج أرض الملعب. انهي الشوط الأول بأجمل نهاية، الوحدة عرضية، محاولة البحث عن راسية بالراس، خطيرة وصافرة وخطأ على غسان، صافرة وخطأ على غسان هوساوي، معها تأتي صافرة الحكم علي القطان، تعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الوحدة المستضيف وضيف الهلال. الهلال ومستضيف الوحدة هنا في نادي الوحدة في مكة المكرمة. لمصلحة الهلال، معاذ فقيه على التنفيذ، معاذ على تنفيذ هذه الكرة، يرسل الكرة عرضية، يبحث عن زميله، ولكن إبراهيم يتواجد، اللي يتواجد كمحور وحيد بجانب مساندة وعودة فهد زياد بجانب الهدهود. مرور من معاذ فقيه، عرضية القحطاني بالرأس، خطيرة والتغطية موجودة، ما زالت القحطاني، ولكن تغطية محمد السبيعي بجانب فهد الجزاني. خيبري في هذا الموسم، خطأ لمصلحة الهلال، ترسل أول وحدة أمامية بالرأس، خلصها، التغطية موجودة والمحاولة ما زالت وحداوية عند غسان، معاذ فقيه سرعان ما تعود لمصلحة الوحدة. فريق الوحدة والكيادي يغادر أرض الملعب بالرقم 11. يعلم جيدا فريق الوحدة أن خسارة خامسة على التوالي راح تكون صعبة في ظل أن الوحدة بلا نقاط مع عرعر والأنصار في المركز ما قبل الأخير فريق الوحدة، وبالتالي اليوم يتواجد أمام المتصدر، أمام أقوى خط هجوم الهلال اللي حتى الآن عاجز على أن يصل لمرمى الوحدة في أحداث هذه المواجهة. عدنان مؤمني، عدنان بلمسة، وسيم نهاري يرسل كرة، يا سلام، غسان انطلاقة، محاولة عند أنس الغامدي، أنس لمسة خطرة البينية، والمحاولة مرت خطيرة كانت. أحسن عنبر، شوف الانطلاقة، هذا أنس الغامدي الموسم الماضي
سجل هدف أنس أمام الهلال، وكان هدف الانتصار من أمام الهلال في فئة الناشئين أنس الغامدي. الكرة من عبد الله الزيد، عبد الله يرسل كرة خاطئة أمامية، القحطاني، هي جول 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 أول لمصلحة شباب الهلال. ونعم سطام الروقي يسجل الهدف الأول لمصلحة الفريق الهلالي، لكن كرة كانت جميلة لمصلحة الهلال. شوف التمرير الممتازة، يا سلام يا عبد الله الزيد، بهذه اللمسة عبد الله وبهذه الصورة الجميلة والرائعة هيئها محمد القحطاني، وبالتالي ما صدق خبر سطام الروقي وبالتالي وضعها في المرمى بهذه الصورة. بعد الهدف الأول يبحث الآن عن الثاني، يا سلام استلام ممتاز، الله محمد القحطاني، محمد مر تقدم، محاولة عرضية خطيرة، والتغطية موجودة، التغطية موجودة من جانب لاعب في تلك المواجهة معاذ على التنفيذ، عرضية يبحث عن زميل بالرأس والتغطية موجودة، كرة ما زالت خطرة، جول ولكن الكرة القائم خطيرة، كانت خطيرة في الكرة الماضية مع حسن عنبر، مرور وصافرة وتدخل وبطاقة صفراء حمراء، طرد لرياض الأسمري. الكرة تلعب في الجهة اليمنى، مصطفى برناوي، 20 دقيقة متبقية، وبالتالي ركلة جزاء لمصلحة الهلال. هذه اللقطة إبراهيم غرونفلا، شوف الكرة استلام والضغط الكبير من سطام الروقي، ضغط كبير خطفها، نعم واضحة وصريحة، وبالتالي ركلة جزاء للفريق الهلالي. 7 أهداف في الدوري في 4 جولات ماضية، هل يسجل الهدف الثامن في هذه المواجهة؟ طرد، بطاقة حمراء ثانية للحارس إبراهيم غرونفلا يتلقى البطاقة الحمراء، بالتالي أصبحت الأمور صعبة الآن. إبراهيم غرونفلا بالبطاقة الحمراء، خروج الآن وسيم نهاري ودخول الحارس محمد علي كريم، والبديل الحارس كريم واللحظات كريم في الجولة الثالثة، وسجل هدف في الجولة الرابعة الماضية، الآن يضيع هذه الكرة وركلة الجزاء، والحارس عبد الله رديف أحد الأسماء اللي سجلت 14 هدف في الدوري، وكان في الموسم الماضي قلت أكيد الوحدة محمد القحطاني في هذه اللقطة مرور، وكان يطالب بشيء في هذه الكرة، لكن المهاري الفنان محمد يا سلام وتسديدة، ولكن وصلت سهلة عند الحارس ناصر، بينية ممتازة من ناصر، فهد زيد يا سلام العرضية والمحاولة والخطورة والتسديد، والكرة عند أكرم، عند كريم هيا الكرة، ولكن التغطية موجودة والتسديد من الخيبري، وين يا محمد؟ طرد من جانب الهلال ومن جانب الوحدة، ترسل كرة أمامية، خلص عبد الله الزيد
مرتده الان عبد الله الزيد، عبد الله لمسه اماميه الروقي، يا سلام يا سلام يا سلام القحطاني القحطاني محمد، لمسه في مكان في مكان في مكان، اوه يا سلام. شوف الكرة محمد القحطاني، مشوار كبير قدم محمد، هيا الكرة بهذا الشكل لسطام الروقي. لا عماد الثنائي البديل، خروج أنس الغامدي، خروج أنس الغامدي وخروج أيضا من راح يغادر أرض الملعب من جانب الوحدة عاد فقيه. معاذ على التنفيذ، يرسل كرة عرضية يبحث عن راسية ولكن مرت، الخطورة ما زالت مستمرة. محمد القحطاني يا سلام يا سلام، عرضية والخطورة ولكن مرت. وحيد سجل عبد الرحمن سليمان، وفي الجولة الماضية خسارة أمام التعاون خارج ملعبه بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، وبالتالي الآن يصل إلى اللقاء الخامس على التوالي. هل يخسر الخسارة الخامسة أم هنا؟ خمس دقائق كوقت بدل ضايع، خمس دقائق كوقت بدل ضايع، سواء براعم أو ناشئين أو شباب، و العمل الكبير اللي يقدم في هذه المباراة. هنا محاولة خطرة، جول، هدف هلالي ثاني، عبد الله الزيد يسجل انتصار خامس على التوالي. هنا الخطأ والضغط الكبير من عبد الله الزيد ويصل إلى ثالث أهدافه في الدوري. عبد الله مرور، يا سلام يا سلام، مرور بشكل ممتاز وضعها بهذه الطريقة. إدارة الدوري، من حقق الدوري مرتين على التوالي يبحث على أن يواصل التميز وأن يواصل البداية الأقوى، وبالتالي يعتبر رقم كبير بمعدل 4.5 أهداف في كل جولة، وهذا بكل تأكيد عمل كبير. هذا الثواني الأخيرة، اليوم الهلال لمصلحة دفاعات الوحدة، الوحدة اللي رغم تلقي هذه النتيجة، وبالتالي الصافرة تأتي الآن لكي تعلن عن نهاية هذه المواجهة من جانب علي القطان.